السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حضرتك يا شيخ، أولا أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. وإياك تفضل. حضرتك يا شيخ في سؤال بس عشان مش عارفين نعمل إيه والله. تفضل. دلوقتي إحنا يعني مجموعة مديرين، ثلاث مديرين شركة بنعمل في شركة يعني، وأصحاب الشركة دول اتنين مالهمش دعوة بالشغل، موكليننا يعني في كل حاجة يعني. يتابعوا من بعيد كده. المهم يا شيخ في واحد محاسب في الشركة سرق مبلغ 150,000 جنيه ومشي، واحنا رحنا له البيت وجبنا لقينا طبعا لقينا كمان ابن عاق، ولما عرف ان احنا جايين ترك بيته وترك الموضوع لابوه وامه واخواته البنات ومشي، وابوه هو اللي ملتزم معانا بسداد الدين حاليا يعني. طيب ايه السؤال؟ ما السؤال؟ ايوه يا شيخ، فدلوقتي ابوه سدد نص الدين والنص الثاني لا ما سددوش، ومسكين جدا 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 يا شيخ. احنا في الشركه دي بنطلع زكاه مال وبنطلع صدقات، فهل يجوز يا شيخ نديله من الصدقات دي ان هو يقضي بيها الدين عن ابنه؟ سلموها له في يده الاول. هنديها له في يده، مش هناخدها من جوه جوه كده يعني. نعم. الاول هو نعم طب مساعدته انه يقضي الدين عن ابنه، خاصه انه مش هو صاحب الدين ده ابنه، بس هو بيسد عنه يعني. ممكن تسلموه الفلوس وتطالبونه، ما فيش مشكلة. طيب يا شيخ ماشي، جزاكم الله خير.